السلطات التركية تعرض على الفصائل تفاصيل الاتفاق التركي الروسي حول إدلب، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة العازلة. ووزير خارجية الأسد وليد المعلم يعلن أن نظامه عازم على استعادة كامل الأراضي السورية، ويصف اتفاق سوتشي بالمؤطر زمنيا. اجتماع ضم قادة من هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير في محافظة إدلب لمناقشة بنود اتفاق إدلب، ولا سيما المنطقة منزوعة السلاح، انتهى دون الوصول إلى أي نتائج بين الجانبين. إسرائيل تقول إنها لن تحاول منع إيصال منظومات الدفاع الصاروخية إلى سوريا، ولكن لديها طرقها الخاصة في التعامل مع مثل هذه المنظومات. وروسيا تعلن نيتها بدء عملية تشويش إلكترونية في مناطق متاخمة لسوريا فوق المتوسط. وزير خارجية الأسد يهاجم التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتهمه بتدمير مدينة الرقة وارتكاب مجازر بحق المدنيين، والوفد الأمريكي يتجاهل بشكل كامل خطابه. ووزير خارجية روسيا يدعو الأمم المتحدة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا. ألمانيا تعلن أنها بصدد تقديم 135 مليون دولار أمريكي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدتها في التعاطي مع أزمة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان. قوة سوريا الديمقراطية تحول مدينة عين العرب شرق حلب إلى مركز زراعة وتجارة الحشيش المخدر امتداداً لمدينتي تل أبيض والرقة، والإدارة الذاتية تحذر العاملين في الهيئات والمؤسسات التعليمية في مناطق سيطرتها من عدم الالتزام بتدريس مناهجها تحت طائلة المساءلة المسلكية والقانونية.